ومرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في كويزين بي منو. بل ما نبداو الفيديو كيف العاده نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسيت جديده، تبعوا الفيديو للاخر، تبعوا لي زاستيس الكل باش تنجحوا معاكم الجينواز. كذلك بالنسبه للكريمه تو تكتشفوها، كريمه ياسر سهله وبسيطه هكايا للمبتدئات، حاجه ياسر بنينه وفيسع فيسع ما تحضر. بالنسبه اللي زور القناه اول مره حبيت نقول مرحبا بك، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل جرس باش يوصلك كل جديد. ما تنساوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومونتير. مش نوريكم تويكا القوام نتاع الجاتو نتاعنا، هكايا نوريكم القوام نتاعو، ياسر ياسر خفيف وياسر هشوش. اصيلو نودكم ولا نشهيكم. بسم الله، الحق وصفة ناجحة 100%، إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. نخليكم تويكا مع طريقة التحضير والمقادير، فرجة ممتعة للجميع. دونك هذوما المكونات متاعنا، مش تستحقوا 4 كيبات عظم يكونوا بحرارة الغرفة، عندي 4 مغارف سكر، 4 مغارف فرينة على كل بيضة، مش نستعملوا مغيرفة سكر ومغيرفة فرينة. عندي مغيرفة صغيرة خميرة مرتبات، 30 مللتر زيت نباتي، 50 مللتر حليب، كذلك يكون بحرارة الغرفة، جميع المكونات يكونوا بحرارة الغرفة. وعندي لهنا مش نستعمل لا روم متاع الفاني، نجمو تعوضوه بزوز سكر ساشيات سكر فاني باش تنحينا هذيك اسفورية متاع البيض، وما تجيناش من بعديكا الجينواز متاعنا القوم متاعها قوي برشا متاع البيض. دونك هذوما هكا المكونات متاعنا، مش نبداو تويكا. دونك المرحله الاولى مش نعملها، مش نفصل الابيض وحده والاصفر وحده تاع البيض. ردوا بالنا الصحافي لازم يكونوا شايحين بالباهي بالباهي، ما فيهم حتى قطره ماء. وكذلك ردوا بالنا كي يجيو نفصلوا الابيض على الاصفر، ما نخليو حتى قطره من الاصفر يجينا في الابيض نتاع البيض، سينو راهي ما تطلعناش الابيض كي بعد كي نركضوا ما يطلعناش. مرحلة هذه مهمة جدا، ردوا بالنا. فوالا كيما تلاحظوا فصلت الابيض على الاصفر، طبعا مش نخلي الابيض هكايا اكوتي، بعديكا مش نخدموه، مش ناخذ الاصفر نتاع البيض، مش ناخذ الاروم نتاع الفاني. مش ناخذ اقل شويه من نص كونتيتي السكر، حركهم هكايا بالفويه حتى لين يذوب هذاك السكر. ما لازمش هذاك حبيبات السكر تكون موجوده، نقعدوا نركضوهم هكايا شويه حتى لين نحسوا هذاك السكر ذاب. طيب هكا مش نضيف الحليب، الزيت مش نضيف كمية الفرينة، الفرينة بالطبيعة لازمنا نغربلوها. بالنسبة للي تحب الجينواز متاعها تكون بطعم الشوكولاتة ولا الكاكاو، نعملو مغرفتين كاكاو عليهم مغرفتين فرينة، وإذا تحبوها بقو الفاني هاكا 4 مغارف فرينة. وعندي لهنا مغرفة القهوة الخميرة، نحركهم هكايا مع بعضهم بالباهي حتى لين يتجانسوا المكونات الكل. وكيما تلاحظوا حركتهم بالباهي، ردوا بالنا باش ما يقعدش هذاك فما شي كعابر متاع فرينة ولا حاجة. كيما تلاحظوا هذا هي هكا الخليط متاعي، طبعا مش نحطو هكايا على جنيف، ومش ناخو الأبيض متاع البيض، ومش نبدا نركضو، مش نزيدو هنا شوية ملح للأبيض متاع البيض، ومش ناخو الباتر، ومش نبدا نضيف بالسكر بشوية بشوية. بسم الله
هكي وقت نبدأ نركض يبدأ هكي تعمل الرغوة، وانا نبدأ نضيف في السكر. السكر نضيفه على مراحل. المرحلة الثالثة نكمل بقية السكر اللي عندي الكل ومش القوي في الفيتيس حتى لي نتحصل على قوام متناسق طول وريكم القوام المطلوب. كيما تلاحظوا هذه هكا القوام المطلوب، لازم يكون متماسك بالباهي. وشوفوا هاي نتحصلوا على ذيك هكايا المنقار هكايا سي بون البلون دوف نتاعنا. باش ندخلوا المكونات الابيض مع الاصفر مع بعضهم. باش ناخذ هكايا بسباتو، باش ناخذ هكا الكميه، باش ناخذوا بالكميه بالكميه، معناتها ما نصبوش الكميه الكل. ونحركوا، نبداو هكايا على مراحل ونحركوا من لوطا لفوق، نردوا بالنا بشويه بشويه باش ما يتيحناش هذاك البلوندوف اللي طلعناه. المرحلة هذه راهو نردو بينا هكايا بسباتول من الفوق للوطا، كل مرة نضيفه بشوية بشوية للأبيض البيض. أو نقسموه على ثلاثة مرات، كل ما ندخلوا الكمية الأولى نكملوا الكمية الثانية. مش نكمل باقي الكمية، هكا خلطوا من الأجناب ومن الوسط زاده باش ما يقعدلناش البلوندوف هكايا. ما تلاحظوا بالطريقه هذه هكا. شوفوا البنات القوام كيفاش تحصلت عليه، لازم يكون هكايا. تويكا مش ناخو البلاتو نتاعي تاع الفور، الكبر نتاعو 30 سنتيم على 40 سنتيم. عملت البابي كويسون، الفور نتاعي خليته يسخن على 180 درجة باش نطيبها بالمروحة. بالنسبة لي ما عنديش مروحة، عادي راهي طيبها اللوطة ومن بعد جوست هكايا تحمرها شوية من الفوق. راهي جنواز ما تاخذش برشا وقت، مدة 8 ولا 10 دقائق تكون جاهزة. ينفوا خليتوها ازيد من الوقت نتاعها راهي تيبس لكم، ومن بعديك كي تجيو تراوليوها تتكسر لكم. تبعوا لي زاستيس الكل، قدرة ربي تنجح معاكم. نوزعوها هكايا بالتساوي على الطبق كله، ديما نردو بينا باش ما نطيحوش كمية الهواء. نستويوها من الجوانب الكل، ولا كملت تستويتها كيما تلاحظوا. تويكا في المرحلة هذه باش ناخو هكايا الطبق باش هكا نعملو هكا باش اذا كان فما شويه هواء يخرج. نعملو الطريقه هذه مش ندخلها للفرن، بعد ما تطيب وانا نرجع لكم. دونك كيما تلاحظوا الجينواز نتاعي طابت، هذه هكا الجينواز نتاعي. تو مش ناخذ بابي كويسون واحد اخر ومش نقلبها،
كيما هكايا، باش نصرح لها الجنابه نتاعها، ننزل عليها كيما هكا بالطريقه هذه باش تسيد روحها. المرحله هذه هي دافيه شويه، راهي مش دوق دوق خارجه من الفوره، خليتها ارتاحت شويه من بعد. صرح لها هكا على جناب الباهي، شوف نعاود ناخد بابي كريسون واحد اخر هكا ومش نقلبها. طويتها شوفوا ما شاء الله ياسر طريه وياسر خفيفه كما تلاحظوا. طويتها مش نبدا نروليها هكايا، مش نروليوها بالعرضه، شوفوا هكايا المنديله مش نلفها فيها، راهي منديله لا مبلوله لا حتى شينه، جوست هكايا باش نرولي بيها ومش نخليها حتى لين تبرد بالباهي بالباهي، لو طون اللي هي بردت باش نمرو نعملو الكريمه مع بعضنا. بالنسبه للكريمه نتاعي باش نستعملو كريمه ياسر ياسر بنينه وسهله ما فيها حتى شيء، باش ناخو زوز علب تاع كريم شونتي هذوما هكا، ومش ناخو زوز علب ياغورت دانيت شوكولا ولا اي نوع المفيد تكون جو شوكولاتة. مش ناخو الكريم شانتي، بالطبيعة تنجمو تستعملو اي كريمة انتو ما تفضلوها، تنجمو تعملو كريم موبر، تنجمو تعملو كريم موسلين، اي نوع متاع جو متاع ياغورت متاع كريمة تنجمو تحشيو بها الجاتو نتاعك. نجمو كذلك تزيدو تنكوها بمغرفة كاكاو، إذا كتحسوها لونها فاتح نجمو تغمقوها بشوية كاكاو، نجمو تزيدوها شوكولاتة ترتيني، نجمو تذوبو شوية شوكولاتة تزيدوها، هكا الإضافات هذوما الكل تكون حسب الرغبة. باش نركضو الكريمة نتاعنا. هذه هكا الكريمه نتاعي، دونك مش نبداو نزينو الجاتو نتاعنا، كريمتنا حاضره ونجيبو الجاتو رولي. دونك هذه هكا الجاتو نتاعي، مش نسقيها هكايا بشويه حليب، حليب راه يكون عادي مش سخون ومش بارد، جست هكايا راه ما تطلبش، اما احنا هكا نسقيوها شويه من بعد وبلاش هكايا. نجمو تعملو سيرو خفيف، شويه سكر وشويه ماء، تخليوها هكا يغلي على الغاز وتنكهوه بشويه فاني ولا اي اروم انتوما تحبوه. كيما تنجمو تعملو كيما قلت لكم احليب كيما هكا. مش نبداو نعملو كوش من الكريمه، هاكا انتم كذلك تتحكموا في مقدار الكريمة، تحبوها كوش بيه هكايا خشينة كيما تحبوا تعملوها كوش جويدة، لكم حرية الاختيار. نجمو كذلك تعملوا شوية فاكهة هكايا في الوسط، اذا
تعطي جو بنينة على الاخر. نروح الجوانب الكل كما هكا ونرجعو نرويو الجاتو نتاعنا. نرويو ونكبسو. المرحلة هذه طبعا مش نرجع نروليها ومش نرجع نخليها في الثلاجة تتماسك بالباهي بالباهي، وبعد تتماسك وحنا نكملو نزينو الكاتو متاعنا مع بعضنا. هذه هي الكاتو بعد ما خليتها ارتاحت شوية، طبعا مش نكمل نزينها بالكريم اللي فضلناها قبيلة. نمرروها هكا على الجاتو، نمرروا العين متاعنا كيما هكا. نستويها كيما هكا بالطريقة هذه هكا. وطويقة مش ناخو الأداة هذه هكا المشرفة، تنجمو تستعملو حتى فرشيطة ون هكايا نعملو زيكزاك نزينو بها الكاتو متاعنا. نتاخذو ياسر ياسر مزيانة، طريقة سهلة وبسيطة. فوق عندي شوية كريم شونتي هكا يرميتو في البوش، ومش نزين بيه الجاتوة متاعي كيما تلاحظو هكايا بشكل عشوائي. اوكا الزينة تكون اختيارية كيما تحبوا انتوما زينوا الكاتو متاعكم. عندي كذلك شوية هكايا فستق باش نزيد هكا نزينو من الفوق. شوية نوازيت كذلك ومانيش مش نقصها تو، مش نخليها في الثلاجة ترتاح شوية وتتماسك هذيك الكريمة متاعها، بعد نقصوها مع بعضنا ونوريها لكم في المشهد النهائي ان شاء الله. دونك رجعت لكم تويكا بعد ما مر على الجاتو نتاعي كما قلت لكم ساعتين في الثلاجه، خليتها لين الكريمه تتماسك شويه. هذه هكا المشهد نتاعها، تو مش نقصوها مع بعضنا ونوريها لكم من داخل. بسم الله
قد ما نخليوها ترتاح في الثلاجة قد ما تكون خيرة. ياسر ياسر شوشة وياسر طرية ما نحكي لكمش، على البنة كذلك نودكم ولا نشهيكا. شوفوا ما شاء الله، هذه هي وصفتي كانت اليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش باش تشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك وعلى الباج فيسبوك كوزين باي منو، بارتاجيو الوصفة بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائدة. وفي وصفة قادمة ان شاء الله. بسلامة.